السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلاغ للنائب العام ضد الإعلامي متولي سعيد بسبب الصعايدة. تقدم دكتور سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام ونائبة أمن الدولة العليا ضد الإعلامي متولي سعيد لإهانة الصعايدة وسبهم على الهواء وعلى شاشات قناة الحدث الفضائية. وقدم صبري أسطوانة مدمجة مما تلفظ بها المبالغ ضده في حق رجال ونساء صعيد مصر. وأكد صبري أن أبناء الصعيد هم من بنوا الآثار وتركوها لنا ونجني نحن ثمارها وخيرها حتى الآن، وبل نعيش من استثماراتها وسوف تبقي لأولادنا وأحفادنا إلى أن يسير الله الأرض وما عليها، وما زالت الأصول والتقاليد المصرية العريقة تسكن الصعيد حتى الآن، مؤكدا أن الصعيد أساس مصر ويتميزون بالرجولة والدفاع عن أرض وعرض مصر، وإن الصعيد هو خير مصر الذي يوجد به سرس آثار العالم، وكل أبناء الصعيد يحبون بلادهم ويفتخرون بها لأنهم يرونها أجمل البلاد. وقال صبري في بلاغ من البث إن كل ما يقال المبلغ ضده يعيد إساءة وإهانة صريحة ومعتمدة لأبناء الصعيد وقصف معتمد معاقبة عليه بالمادة 302 من القانون العقوبات، وأن تلك التصريحات تحمل خروج عن الدستور المصري حيث أنها هي نص المادة 40 من الدستور على أن المواطنين لدى القانون سواء هم متساويين في الحقوق والواجبات العامة ولا تتميز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، كما أنها تعد خراق للموثقات الدولية التي وقعت عليها مصر والتي تنص على احترام الجنس البشري وأن كافة أفراد المجتمع سواسية ومتساويين في الحقوق والواجبات ولا تفرق بينهم أي منهم على أساس الجنس أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الطائفة أو العرق، إنما يقترن المبالغ ضده يعتبر مخالف لكل من الدستور المصري والمعاداة الموثوقة الدولية بخلف ما يؤدي إلى إحداث الفتنة الواقعة بين أبناء الوطن الواحد، مما يحق معه المبالغ أن يلتمس من سعادتكم وبعد سماع مشاهدة الأسطوانة المدمجة المفوقة إصدار الأمر بالتحقيق في الجريمة على اقتران المبلغ ضده وأحالته للمحكمة الجنائية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.